لعب معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF دورا هاما في نمو ونجاح قطاع الخدمات المالية على مدار 40 عاما. هذا وحقق المعهد منذ إنشائه العديد من الإنجازات حتى وصل إلى افتتاح صرحه الجديد في خليج البحرين. منذ إنشائه في عام 1981 أسهم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF في نمو ونجاح قطاع الخدمات المالية، حيث يعتبر المعهد المزود الرائد في مجال التعليم والتدريب في المنطقة، وهو تابع لمصرف البحرين المركزي. ويقوم المعهد بدور حيوي في تدريب وتطوير الثروة البشرية في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وعالمياً. يلتزم المعهد بالتميز في مجال توفير التعليم والتدريب في جميع التخصصات التجارية الرئيسية، ويعد شريكاً رسمياً للعديد من المؤسسات على مستوى العالم في توفير قيادة الفكر والتقييم والتدريب في الخدمات المصرفية والمالية المقدمة من قبل نخبة من الخبراء الأكاديميين والاستشاريين بمؤهلات وبرامج مهنية بالشراكة مع المنظمات الدولية، بالإضافة إلى الشهادات الأكاديمية المقدمة بالشراكة مع الجامعات الرائدة عالمياً، الأمر الذي يؤدي إلى حلول متكاملة لقطاع الأعمال. شهد صرح المعهد العديد من الزيارات المهمة، وحصد المعهد جوائز مرموقة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي في العديد من المجالات مثل التعليم الإلكتروني والتمويل الإسلامي وغيرها من المجالات. كما استضاف المعهد العديد من المؤتمرات والمنتديات التي ضمت نخبة من المتحدثين الدوليين. وبالنسبة إلى الجائحة العالمية، فلم تعطل العملية التعليمية بالمعهد، فقد استمرت من خلال منصة التعليم الإلكتروني، بالإضافة إلى تقديم دورات إلكترونية مجانية لتطوير المهارات الشخصية والمهنية بهدف تطوير الذات والاستغلال الأمثل لأوقات الفراغ. استمر معهد BIBF في مسيرته المليئة بالنجاحات حتى وصل لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاته، وهو افتتاح مقر المبنى الجديد للمعهد في خليج البحرين، والذي تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بافتتاحه، انعكاساً لاهتمام سموه الكريم بالدور الذي يقوم به المعهد في توفير التدريب للقطاع المالي منذ أكثر من 40 عام. وقد حرص المعهد على أن يستوعب المبنى الجديد الأعداد المتزايدة من الطلبة والموظفين للالتحاق بتلك البرامج ضمن بيئة مناسبة تتواكب مع إدخال التقنيات الحديثة في الصفوف الدراسية.